هواي مهاجمين امكانيات بحلق الجول يضيعون هجمات محققة ما يعرفون شلون ينهون هاي الهجمة بسبب ضعف الاتقان المهاري، ما متدربين ما متمرنين على هاي الحالات شلون ينهون الهجمة المرتدة، شلون يقول ومنين يقول وبيا وقت يشوت وشلون يشوت ويا الزاوية يلعبها حتى يقدر يهزم الجولشي. فهذا الضعف سبب عده ان يضيع هواي هجمات مرتده، لان اغلب المدربين يهتمون للجانب البدني ويتركون الجانب الفني، وخاصه المهاجمين لازم يتمرنون بال18 حتى يعرفون شلون يهدفون. فدائما ما اشوف المهاجم من يمسك الكره يشوفه يحتار بيها وين يلعبها، وين يجيبها منا ويوديها منا، يجيبها منا ويوديها منا. فهذا السبب عنده ضعف بالاتقان المهاري. فضعف الاتقان المهاري يولد عدم الثقة بالنفس، وعدم الثقة بالنفس يولد الخوف والارتباك داخل الملعب، وشوف اللاعب يرتبك يخاف بس يلعبها بس يتخلص من عدها ما يعرف شلون يتصرف. فهذا الضعف ولد عندك هذا الخوف والارتباك داخل الملعب. فعليك انت لاعب مهاجم امكانية تريد تطور نفسك وتصير مهاجم محترف لازم تتمرن داخل ال 18، شلون تنهي، شلون تشوت، شو وقت تشوت، وين تشوت، وبيا طريقة تشوتها، وبيا زاوية تلعبها، لازم تتمرن داخل ال 18 حتى تطور من امكانيتك. صح انت تتمرن يا الفريق تمارين فنيه وبدنيه، لكن اكو تمارين خاصه للمهاجمين داخل ال 18 لازم تتمرن هاي التمارين حتى تعرف شلون تنهي الهجمه المرتده وشلون تقول وشفت تقول وين تقول وبيا الزاويه تلعبها في حاله وجود مدافعين وفي حاله ماكو مدافعين وفي حاله وجود حارس، شلون تتخلص من الحارس وشلون تهزمه وبيا الزاويه تلعبها وين تروح على رجلك الضعيفه لرجلك القويه. فدائما انت مهاجم لازم تتمرن تمارين فنية وتطور نفسك وتطور من امكانيتك حتى تصير مهاجم محترف باي هجمة مرتدة تقدر تقولها. فالشغلة الاساسية انت كمهاجم لازم تعرف تتصرف داخل ال 18، لازم تتعلم تهزم الحارس وباي طريقة وباي وسيلة، المهم انت تتعلم وتصير مهاجم محترف حتى كل هجمة مرتدة انت تنهيها. اهم شيء الشغلات الأساسية إن أنت لازم تعرف وين تلعب الكرة وبيا وقت تشوت وش وقت تشوت وش وقت تراوغ. فهذن الأساسيات المهمة إن أنت لازم تتعلمهن وتصير مهاجم محترف. تحياتي لكم المدرب علي كاظم محسن.